ترقى دايسة البابا تودروس الثاني والوفد المرافق له مطار القاهرة الدولي صباح يوم الثلاثاء متجها إلى مطار مالبينسا الدولي بميلانو في مستهل زيارته الرعوية لميلانو وفينيسيا بإيطاليا، حيث كان في وداعه بمطار القاهرة المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار. ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف فينيسويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القصة كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا. بينما كان في استقباله في مطار مالبينسا السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو والطاقم القنصلية المصرية وصاحبي نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دايرة القديسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوب فرنسا وعدد من الآباء كهنة الإبارشية. ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إبارشية ميلانو ورهبان دايرة القديسة الأنبا شنودة بميلانو والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإبارشية ذاتها. كما تتضمن الزيارة سيمينار يعقدها قداسته مع أساقفة أوروبا، وجاءت أولى أنشطة قداسة البابا لقاء مع مجمع كهنة إبارشية ميلانو وزوجاتهم، حدثهم خلاله عن موضوع بعنوان الاشتياق إلى الله وأجاب على أسئلتهم.